احلى تحيه لاهل فلسطين على هالاكل الخرافي. جايب لكم صينيه مسخن فلسطيني يا غوالي من فصد فلسطين. تسطحوا حبيباتي تسطحوا، عدولي فوق هالخبزات وترحرحوا، ومنشان نعطيها ختم الله يبارك له من رحله برشة سماء. حبيبنا المسخن الفلسطيني له طقوس بالاكل. تاخذ هاي الخبزه هاي، شوفوا شوفوا شلون تنشال لحالها، اذا ما عليها بصل كتير بتكتر لي البصلات مع المكسرات. تاخذ هذا الفخذ هيك، بعدين بتلفها واحد اثنين. هاي الخبزه يا حبيبي بتتاكل هيك لحالها، منغنغه بالبصل وبزيت الزيتون. بسم الله لكل السوريين وكل العرب يلي ما جرب هاي الاكله راح نص عمره. هاي من الاخير عم بعطيكم. مرحبا، كيفكم يا غوالي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مبسوط كثير، بدي اعمل اكله كثير بحبها، اكله من التراث الفلسطيني بتتاكل بالشتاء، اسمها مسخن فلسطيني. حنعمل لكم اياها على اصولها، وخلي اهل فلسطين يكتبوا لنا يعني اذا حتعجبون ولا لا، وان شاء الله بتعجبون. انا لما دقتها عشقتها لهي الاكله على قد عن جد، مو اختراع وجدا بسيطه على فكره. هلا شرفوا معي بلا ما نحكي كثير، خلينا نظبط امورنا. يلا هلا عندي فروجين، كل فروج وزنه كيلو ونص، فيكن تستعملوا بس فخاد، فيكن تستعملوا اي طعم انتم بتحبوها. هالمرة انا حابب استعمل فروج، خليني اقطعهم لنصاص تقريبا مثل شكل المندي. خلينا نقص الشاف اللي ما بدنا اياها اول شيء، نقسمه بالنص. بسم الله هيك بهذا الشكل صار معنا الفروج نصين. هي من قصة لانه بتحترق، هي الشافة من الجناح بتحترق بتعطي شكل ما حلو. هلا بدنا نسلون. طبعا طريقة السلق تبعي بتعرفوها، البهارات اللي بستعملها البصل، الجزر، قشر الليمون، والبهارات الصحيحة اللي متوفرة عندكم. بهي الاكلة يعني ما ضروري تكون هي البهارات 100%، هي الاكلة الى اساسات بس نمشي على الاساسات تبعها. هلا خلينا نسلق الدجاج. في ناس كمان من البدايه بيشوه شوي للنهايه، نحن اول شيء بنسلقه وبعدين بنعطيه تحميره. حاطط انا معلقه سمنه بالطنجره، فيكم تحطوا معلقه زيت. هاي الطريقه تبعي طبعا لسلق الدجاج، يعني هي من ألز واطيب الطرق اللي ممكن تجربوها، بيطلع معكم مرق الدجاج بياخذ العقل. بسم الله خلينا ننزل الدجاج وننزل عليه البهارات والحباشات تبعنا، وهيك نعطيهم تحميرة على الخفيف. هون في طنجرة فيها مي عم سخنها، بدي اغليها مشان نضيف عليهم. دائما لما تسلقوا نكونوا مجهزين المي. طبعا مقادير البهارات كلها بتلاقوها بصندوق الوصف. هلا بعد ما اعطينا الدجاجات هيك تحميصة مع هالبهارات ومع هالخلطة، البصل والجزر وقشر الليمون، بننزل عليهم المي السخنة اللي عم تغلي. بسم الله تقريبا حاطط انا هون 3 لتورة مي لثلاثة كيلو دجاج. بسم الله نتركهم هيك على النار لحتى تطلع الزفرة كلها على الوش طلعة واحدة، بعدين من قشة قشة واحدة ومنسكر عليهم ونتركهم 35 دقيقة 40 دقيقة لحتى يستو. وهلا بنجي بين ما هن ينطبخوا شو بنساوي؟ بنحضر اساس المسخن، البصل. هون انا عندي كيلو بصل حاستخدم، انا عم بستخدم هذا البصل اللي بيجي لونه احمر، بالنسبة الي بحس اطيب شيء هذا البصل الاحمر يلي بيجي لسه مع لون السماء الاحمر، بيطلعوا شغلة فوقانية. هلا بين ما بدها ينسلق معنا الدجاج خلينا نفرم البصل ناعم. بعد ما فرمنا البصلات وما بكيتها، شوفوا نفرمهم هيك ناعم، فيكم تفرمون شرحات لكن هي بالاصليه هيك بتنفرم ناعم. اكله ال اكله المسخن اكله فلسطينيه طبعا، اصلا من مدينه نابلس هي الاكله. ليش مدينه نابلس مشهوره فيها او اصلا من هنيك؟ لانه الزيت هنيك كثير ظريف، فهي الاكله كلها زيت ونغنغه، فلازم يكون الزيت ابن حلال وظريف. هي نقطه كثير مهمه. هلا انا لكيلو البصل ححط لتر زيت كامل، ولشوف يعني اذا بيحتاج اكثر ممكن كمان ضيف اكثر. خلينا نحط لتر الزيت اول شيء. بسم الله بهي الاكله كثير مهم تكون المكونات ظريفه، البصل ظريف، السماء ظريف، الزيت ظريف لتاكلوا هي الاكله صح. هلا خلينا ننزل البصلات. بسم الله هلا بنخلي البصلات بقلب الزيت لحتى شو يدبلوا. شوفوا كيف هيك تغريق، لتر زيت انا شايفه تمام 100% بكفي. هلا بنخلي البصلات تبعنا على نار وسط، ما بدي اياهم هيك يعني يغلوا غلي، بدي اياهم يدبلوا على مهلهم. هاي الفكرة انا اللي حابب اضيفها هي او هن بيساووها بدون قصد، اللي هي كرملة البصل. يعني البصل لما هيك ينطبخ على هدوء بيطلع هاي الحلاوة منه، بيطلع الطعم خرافي. لسه طبعا هاي الاكلة بينضف لها السماء الحموضة مع حلاوة اللي طالعة من كرملة البصل، بيطلع الطعم فظيع يعني عن جد ما له اي وصف. هلا بنسكر، ما بنحط شيء للبصلات، ها بنطوس النار عليهم على عين وسط وبنتركهم. الدجاجات عم بينسلوا وعم بيطلع صوت من الطنجره فز، ليش ما بعرف، الدجاجات عم بيصرخوا جوا يمكن. وهلا يا غوالي البصل تبعنا دبل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا الست لونا جايه تتعلم الطبخ،
شايفين بس دبل البصل تمام، بنحط السماء. يلي ما بيعرف السماء هذا هو السماء، بس يكون لونه هيك احمر معناها ظريف هيك، شايفين كيف ماله كتير ناعم، بيكون هيك طعمه حامض. حاطت هون 3 معالق اكل كبار سماء. بسم الله. بنحط كمان معلقه صغيره ملح مقوبعه وبس، ولا اي شيء تاني، ومنحركهم حتى يتفاعل مزبوط السماء، وبعدها منطفي عليهم بصير هذا جاهز معنا. هون المرأة الدجاج اللي عم نسلقه تقريبا يعني صار جاهز. شوفوا على هالمرأة، هاي شغل الله يبارك له، شايفين لونها ما احلى. هذا كمان هيك 10 دقايق بيكون جاهز، بنسحب منه الدجاج. نطفي عليهم الدجاجات استووا، شايفين يا غوالي، بنطلع هيك الدجاجات وناخذ هيك 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 نغنغول اياهم وسأسقول اياهم. بعد النغنغة تعي يا غالي تعي ها على الصينية وعلى هالحالة. هلا قبل ما نحطهم بالفرن بنملح الدجاج لانه ما ملحناه، وبنحط له شو بنرجع؟ سماء. هيك على اصول 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 الاكله بتصير. وعلى الفرن بنشوي الوش، بنعطيه هيك تحميره شغل ابراتب. وهلا هي المرحله صار بدها لبس كفوف وشلح الساعه، لانه كلها سقسه بسقسه. شو الخبز يلي بيستعملوه مع المسخن؟ نحن بالسوري بنسميه خبز تنور، الفلسطينيين بيسموه خبز طابون. عنا 5 خبزات بدنا ننغنغهم. هلا منبلش وين؟ اول شيء بالمرأة يا غوالي. بسم الله. ها هاي المرأة منغط هيك الخبزة فيها، هي اهم شغلة. بعد المرأة وين منروح؟ مننزل لهون على الزيت. ها بعدين ناخد الخبزة تبعنا بسم الله ونسطحها هون، منجيب اختها ها غطى هيك بالمرأة ونطلعها. ليش؟ مشان ما تطلع ناشفة. بعدين بزيت الزيتون بسم الله، بعدين بنجيبها لهون وبنفردها. هلا على وشهم بناخذ من البصل، هاي البصلات تبعنا ندهن فيهم وش الخبز بسم الله بسم الله. سخنة سخنة عم تغلي غلي. ها تسطحها هون فوق اخواتها، ومنجيب هالبصلات. كل ما كترتوا بصل كل ما صارت الأكلة تبعكم أطيب وأطيب. وهلا هاي صينية الخبز منروح فيها لوين؟ منروح فيها على الفرن، منخلي الخبزات يتحمصوا. هون السر، يعني هلا شفتوا الخبز تشتش، هلا لما نعطيه حرارة بالفرن من تحت ومن فوق بيطلع محمص. تخيلوا زيت زيتون، سماء، خبز تنور محمص بهيك بمرقة الدجاج كمان فيه، شيء شيء ما بينوصف ما بينوصف. خليني كمل بسم الله. وهي الدجاجات تبعنا يا غوالي عم يتحمروا بسم الله. شوفوا شوفوا لي على هالخبزات، شوفوا لي على هالخبزات المحمرين لما الدجاجات ولي على قلبي. شوفوا شوفوا لي على التحميره، تاخذ العقل، الريحه ما لها اي وصف. بسم الله بسم الله ما شاء الله. هي بدها وحده الله يبارك له اجباري يعني. تسطحوا حبيباتي تسطحوا، عدوا لي فوق هالخبزات وترحرحوا. تعي يا غالي تعي تعي. طبعا اكلتنا ما بتحلى الا مع وحده زبطني، شويه هيك مكسرات محمصين بنفس زيت الزيتون، هيك صارت شو امورنا كلها باللوز. ومنشان نعطيها ختم الله يبارك له من رحلة برشه سماء. لا هيك المسخن يا بلا. بعد ما تشوف هيك صينيه لازم تفوت باصابيعك العشره، يعني تفوت كلك تغطس غطس بقلب الصينيه. حبيبنا المسخن الفلسطيني له طقوس بالاكل، يعني اول شيء بتاخذ هاي الخبزه، هاي شوفوا شوفوا شلون تنشال لحالها، شايفين؟ اذا ما عليها بصل كثير بتكتر لي البصلات مع المكسرات. بعدين بتيجي لهون تاخذ هذا الفخذ هيك هيك بتاخده يا غالي، بعدين بتلفها 1 2 بتنغنغ لي اياها وبتسقسق لي اياها. شوفوا لي على هاللقمه. هلا اخواننا الفلسطينيين بياكلوا مع لبن، وبتفوت فوتك يا غالي بسم الله. لك طعمات شيء مو طبيعي، الحموضه من هون، الحلاوه من هون، البصل من هون، زيت الزيتون، الدجاج، مكسرات، شغله فوقانيه. احلى تحيه لاهل فلسطين على هالاكله الخرافيه، يعني من الاخير عن جد واحد فنان اخترع هاي الاكله. كمان اذا ما طلعت معكم هيك الخبزه مأمره ومحمره وعم تقرش قرش، معناها هذا ما اسمه مسخن. هاي الخبزه يا حبيبي بتتاكل هيك لحالها، يعني بدون ما تحط لها شيء، هيك منغنغة بالبصل وبزيت الزيتون وبتاكلها هيك لحالها. بسم الله. هاي بدون جاج، ها هيك بس بدون جاج بتاخذ العقل. بدي روح اكل يا غوالي. اذا عجبكم الوصفه شكل سونا الامور، عن جد الوصفه فظيعه. وبدنا اخواننا الفلسطينيين يكتبوا لنا رايهم بالتعليقات كيف
طالع المسخن الفلسطيني معي. كان معكم شيف عمر، سلام.